اللهم وحد قلوب هذا اللواء، اللهم سدد رميته. هذه المراسيم العسكرية يودع جثمان قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي صاحب الطلقة الأولى في مواجهة الميليشيات الانقلابية، قائدا وبطلا جمهوريا فذا دفع حياته ثمنا فداء للوطن وللجمهورية. اغتيل العميد الحمادي في 2 من ديسمبر 2019، لم تتمكن الحكومة الشرعية حتى اللحظة من كشف الحقيقة وإظهار نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة الرئاسية المشكلة من رئيس الجمهورية للتحقيق في جريمة اغتيال الحمادي. جنازة رسمية شعبية وعسكرية للقائد الحمادي ومرافقي عواد الفقيه الذي اغتيل أيضا بعد أسابيع من اغتيال الحمادي. الجماهير التي حضرت هنا في جنازة هي الأضخم في محافظة تعز إن لم تكن في الجمهورية اليمنية. هذه الجنازة العسكرية والشعبية المهيبة تؤكد للناس وللتاريخ من هو العميد عدنان الحمادي الذي كان صاحب الطلقة الأولى في مواجهة الميليشيات الإنقلابية، وكان هو باني نواة الجيش الوطني اليمني الذي قارع الميليشيات الإنقلابية على مدى نحو 5 سنوات. تعمل الجماهير العريضة التي احتشدت هنا إلى جوار جنازة القائد الحمادي في أن تتمكن الحكومة الشرعية من الكشف عن نتائج التحقيق ومعرفة الجهات التي ارتكبت الجريمة التي نفذت بحق قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي. هذه هي أبرز مطالب المواطنين هنا في هذا الحشد الجماهيري الذي لم تشهده محافظة تعز من قبل. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز. ثبت بقول الثابت. اللهم ثبت بقول الثابت.